شو في احلى من تدخل على بيت وتلاقي ريحته حطالة حلوه، او لما تتحاور مع اي ناس حواليك تضل دائما الروائح حلوه. اليوم سميره كيلاني معنا رح تعطينا حلول لكثير اشياء ما بتتخيلوا انها حل يكون له كل شيء ريحه حلوه من مواد طبيعيه. صباح الخير. صباح الورد. كيفك؟ تمام. ايش هاي الريحه؟ لافندر على ليمون على قرفه على عسل. هاي الروائح الطبيعه الحلوه، يعني هاي احلى من احلى عطر. يعني مش معقول مش معقول. هذا شو؟ هذا حصلبان او روزماري. الروزماري مش لافندر. لا روزماري. لا هذا حصلبان. آه انا بس جايبه معي عطر اللافندر هذا. آه هذا عطري المفضل. برافو. يعني حلو كتير. حلو كثير حلو. يلا من وين نبلش؟ اول شيء من الشعر عشان ما ننسى، رح نبلش فروم هيد تو تو. يلا فروم هيد تو تو. ايوه خليكم معنا. تمام. هلا ريحه الشعر. أيوة. كثير طبعا الناس بيعانوا من ريحه شعرهم. آه. هلا الشعر مرات لما يضل مغطى فتره طويله لازم احنا ننفسه، يعني حتى الصبايا مثلا اذا راحت على الحمام، اذا محجبه بالمطبخ عفوا بالحمام او في الجامعه باي مكان، بس تهوي شعرها شوي وترجع تغطي. صح. آه. عشان العرق. حتى الناس اللي بيلبسوا طواقي لفتره طويله زي الطيارين مثلا. صح. او العمال مثلا، الشعر لما يتهوى طبعا بصير كثير احسن. هلا من الشغلات اللي غلط اللي احنا بنعملها انه بنحط الكونديشنر تبع الشعر على الروتس تبعون الشعر. غلط. هذا كبير غلط. لازم احنا الكونديشنر اصلا مصمم بنحط سنتي بعيد عن جذور الشعر، فاحنا اول شيء راح يخلي الشعر يتساقط، ثاني شيء حتى احنا لما نغسله ما راح نقيم كل بواقي مستحضرات التنظيف عن شعرنا. فابعدوا الكونديشنر عن شعركم او البلسم عشان شعركم يضل ريحته حلوه. هاي بتعرفي سميره، انت شاطرك بس كثير تطرقنا لها، انه لما الكونديشنر بيجي على جلده الراس بسكر المسامات، فلما تستخدمي اي شامبو ما بتغلغل، بالتالي بتساقط الشعر. يعني هذه هي النقطه. صحيح. انه الكونديشنر بعيد عشان كمان ما يزيت. صحيح. زيادة. صح؟ اكيد اكيد. أوكي. وكمان الناس، صح كمان هاي نقطه مهمه رندا، الناس اللي شعرهم دهني بلطقته كل التلوث اللي بالجو، فبالتالي ريحه راسهم دائما بتكون مش محببه. طب شو كيف نعمل ريحه الراس؟ هلا عشان احنا ريحه الراس دائما تضلها حلوه، في عندنا اللافندر. طبعا الزيت مش اللي فيه كحول، الزيت العطري المركز. أوكي. ممكن ناخذ منه كم نقطه. من وين نجيبه هذا؟ هذا من عند العطارين، بس ممكن يجيبوه من محلات اللي يستعمل للجسم، مش لهدول الشموع وما شموع. هذا للاستعمال الشخصي اللافندر. اه لافندر زيت عطري ما فيه كحول. ما فيه كحول للاستعمال الشخصي، بلاقوه في بعض المحلات الكبيره يعني اللي بتبيع منتجات شخصيه. ممكن احنا نحط اطراف الشعر الاصابع. آه. ونفرق جلده الراس، بمنع الفطريات وبمنع الالتهابات نفس ريحة. الوقت بعطي ريحه وكثير بيروق الاعصاب. طبعا كانوا يستعملوه لترويض الاسود اللافندر على فكره. حتى الاسد بيروضه. الاسد اذا الانسان معصب على السريع بيروح على طول. اذا الاسد بحكي للستات دائما خلوا اللافندر صديقكم الدائم في البيت. في ناس بيحطوا منه على المخده. اه او ممكن لانه فكرتي لافندر هو بيشبه كثير، لانه هذا جنبه. صح. بس بيشبهه بعد. بيشبهه بعد. اوكي اذا اللافندر بنحطه هيك بين شعرنا. صحيح. لا بنفرك جلده الراس. اه ممكن نفرك جلد. لا لا ما بزيت. حلو. هلا الكربونات كمان الشغلات اللي كثير ممتازه هي اودر ايتر زي ما بحكي عنها دائما، بياخذ الروائح. صحيح. ممكن احنا حتى نحطها مع الشامبو. بنحط شوي مع الشامبو بنفرك الشعر. اول شيء بتعطي كثافه للشعر اكثر، بنفس الوقت بتعقم جلده الراس. كربونات. الكربونات بالضبط. رح اعمل عنا حلقه كيف تفوتوا علبه كربونات معاكم على الحمام وتعملوا كل العنايه الشخصيه بالكربونات. حلو. هلا ننتقل لشغله ثانيه اللي هي ريحه التم. هلا كثير طبعا الناس بيشكوا من ريحه التم اللي مو كويسه. في شغله احيانا بيكون في التهابات تسوس او التهاب حلق، هاي ما قلنا فيها شغله طبيه، بس احيانا بيكون الاكل اللي عم ناكله احنا عم نعمل بعملنا ريحه تم، واحيانا ريحه جسم كمان. بتعرفي القهوه من الشغلات اللي كثير بتطلع ريحه تم. لانه الاسيديتي تبعتها او الحموضه تبعتها كثير عاليه فبتنشف التم. فإحنا الصبح لما نشرب قهوة بتنشف تمنا. هلأ البكتيريا اللي بالتم لا هوائية، فهي بتكيف على الجو إنه ما يكون في أكسجين، فتبلش تتكاثر. فإحنا عشان نخليها تتكاثر أكثر لازم نضل ناكل شغلات خضراء اللي فيها كلوروفيل زي البقدونس والجرجير. مش بقولك بس تأكل بصل وتومة كلية. بقدونس جرجير. هاي الشغلات
طبعا تعطي طعم كتير زاكية. ممكن كمان احنا ناكل علكة، لانه العلكة بتزيد اللعاب في التوم. أيوة. فبالتالي بتقتل البكتيريا الهوائية، هو نشفان الريق اللي بيعمل البكتيريا بتتكاثر بالنشاف بالجفاف. أيوة هي لا هوائية، فما بتحب الهواء ولا بتحب الأكسجين. بالضبط قوية. فناكل طبعا العلكة هالشغلات. العلكة على فكرة انا على ما بدي اركز بشغلة لازم اكل علكة. هيك بتساعدني على التركيز. ببدع. بس اكل علكة ببدع، انا كثير بحبها، حتى بتقوي الحنك. هاي سر من الاسرار ما حد بعرفها عني. حلو. تمام. هلا ننتقل ل فيها رح نعمل غسول، هيك رح احكي على السريع عشان الوقت. عشان نعمل غسول او مضمضه عشان ريحتنا صح. في عنا العيدان، الارفيكه بشقرنفل او عيدان مسمار بيقولوا لها. طبعا هاي بتفوت في كل منتجات العنايه بالتم، حتى بمعجين الاسنان. ممتازه. وهي طبعا شبه معروفه من زمان كثير، فاحنا رح نحط. انا عملتها امبارح حسب الوصفه اللي عندي، طلعت كثير قويه، تمضمضت فيها هيك تمي. سو ايش بتقولي؟ تمي هيك لزق، بطلت اقدر احكي. فرح نخفف شوي من المعيار. الكميه رح نحط تقريبا، هاي طبعا بنطحنها على المطحن، ريحتها زاكي بس لما تمضمض تشد شوي. فالعودان القرفه رح نطحنهم على المطحن يصيروا بودره. رح نحط معلقه صغيره، وراح نحط معلقتين صغار من ال شو اسمه الشبة مع كاسة مي أو كاسة ونص مي، ونغليهم. وبس يبردوا منصفيهم ومنحطهم بمرتبان نظيف بالثلاجة. يعني هاي عبارة عن شبة وكبش قرنفل مغلي ومي مغليين. بالضبط، مغلي ومصفى وبعدين بنحطه بالثلاجة. هاي غسول بيعقم، يعني بيعقم التم، بيمنع الريحة المو كويسة. يعني بعد ما نفرشي ممكن احنا نتمضمض فيها. حلو ريحته. ريحته طبعا الكبش قرنفل طبعا رائع. حتى بيسكن. طب شو بتعمل الشبة هون؟ شو دور الشبة؟ الشبة معروفة انها بتشد اللثة، والكبش قرنفل معروف طبعا انه حتى بيخفف وجع الاسنان. صح صحيح. اوكي هاي الوصفه تبعتنا للغسول. تمام. هلا ننتقل للجسم. هلا الجسم طبعا احنا شغلات كثير منه كلها بتعملنا ريحه مو كويسه. بتعرفي انه كل واحد فينا عنده اودر سيجنتشر خاصه فيه. والله يعني في ناس عندهم ريحه مميزه، مرات تكون حلوه مش ضروري تكون مو حلوه. انا ماما عندي مثلا عندها ريحه كثير حلوه، يعني كل الاميات ريحتهم حلوه. عن جد صحيح عن جد. في ام ريحتها الماما ريحتها دائما ريحه خزانتها غير شكل. تحيه للماما طبعا. تحيه كل المامات، الام سميره وكل المامات الله يخليهم. اوكي ففي شغلات احنا من كلها بتعطي ريحه جسمنا ريحه مو كويسه. اوكي حتى بتلاحظي شعوب رنده. مزبوط. طبعا 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 البهارات يعني القويه بتطلع بافرازات الجسم. مزبوط. صحيح. زي شعوب الشرق اسيا. شرق اسيا بحبوا الكاري كثير، بحبوا البهارات اللي كثير قويه، بحبوا السمك. هذا كله بيعطي ريحه. حتى اللحمه بتطلع ريحه مو كويسه. يعني عملوا دراسه انه في مجموعة من الرجال الذكور خففوا أكل اللحمة فترة، صارت ريحة أجسامهم كتير أحسن. أوكي. فخففوا حلو. شوي. هلأ طبعا البصل والثوم لأنه فيهم كبريت كتير عالي برضو بيعمل ريحة مو للجسم. مستحبة. نحكي عنها للجسم. بالضبط. طب شو الحل؟ هلأ الأشياء اللي بتعطي ريحة حلوة للجسم هي مثلا ان نشرب الشاي الاخضر طبعا. أوكي. كتير ممتاز. طبعا الحصى البان هو غير انه نبات الحكمه، هو كمان من الشغلات اللي بتعطي برضه ريحه كتير حلوه. هلا في الديتوكس باتلز، هدول الاناني اللي الناس هلا كتير عم يشربوا منهم. ممكن انت تحطي كم من عرق من الحصى البان مع المي، ممكن تحطي شرايح ليمون. ممكن تحطي اذا ما بدك هدول تحطي ماء الورد. أيوة. مع مية الشرب تعطي ريحتنا كتير أجسام حلوة. مزبوط. الزنجبيل كمان، والزنجبيل قوي شوي إذا شربتيه بيعطي كمان ريحة جسم. بعطي ريحة حلوة. صحيح. أوكي. بس هم هاي الشغلات اللي بتكون ليمون موارد حصلبان، هاي الأشياء إذا نشربها وشاي أخضر. شاي الأخضر تخلي ريحة الجسم حلوة كتير حلوة. حتى الأناناس كمان من الشغلات اللي كتير بتعطي ريحة حلوة، خصوصا للإناث يعني. والكرافس للذكور ناكلوه ياكلوه. بيعطي ريحة عرق حلوة كتير. يعني هاي من الشغلات الطبيعية اللي بتحسن كتير طبعا رائحة الجسم. هذا شو؟ هذا هلا بس رح احكي عن يلا. كيف نعمل الديودرون الطبيعي. أيوة. طبعا انا عملته زمان باحد الحلقات. هذا ممكن اي انت عملتيه؟ اي علبة عندكم بتفضوها، يعني بتفضى بتنطفوها وبتحطوا الخلطة. هلا انا رح احكي لكم عنها. يلا هذه الخلطه. هلا هي عباره عن زيت جوز هند. هذا طبعا هلا لانه بلشت تتبرد بصير جامد. بس هو زيت اويل يعني؟ زيت اويل. هذا زيت جوز هند. طبعا باخذ معلقه واحده كبيره بدوبها بالميكرويف بتصير سائل. بس تدوب بحط معها معلقه كربونات ومعلقه نشا.
يعني معلقه كربونات، معلقه نشا، معلقه من زيت جوز الهند بس من ذوبه. هلا بنصير ساعتها نحط اي شيء بدنا اياه عطر. انا هون مثلا هذا عطر البودرة الاطفال، هاي كثير بدي اقول ريحتها زي بيبي. ايوه هاي بيبي. انت حطيتي؟ نحط لافندر. ايوه او ممكن نحط لافندر. انا هون حسيتها ريحتها بيبي. هي بحب ريحه البيبي انا. هاي فيها لافندر، هاي عملتها امبارح فيها هاي حلوة. هاي لافندر. هاي شوي للبيبيات حتى ممكن. لا بس حلوة يعني، في ناس بحبوا كتير نظيفة يعني ريحة البيبي. ريحة البيبي طبعاً طبعاً كتير. وهاي ريحتها هاي ريحة لافندر حلوة. هاي ممكن يعملوها للصغار حتى اللي بيروحوا على المدرسة، يبلشوا يتعودوا عن النظافة الشخصية أو البيرسونال هايجين يعني من هم صغار. كتير مهم طبعاً. نعملهم طبعاً بريحة بيبي أو ريحة بودرة أطفال كتير أصلاً رح هيك. إذن نشا وكربونات وزيت جوز الهند وأي عطر بدنا وأي عطر بدكم ياب. بس بدك مع شو؟ بس هو البيس تبعه زيت الجوز الهند. بس جوز الهند. هلا بس احنا نخلطهم بس ندوبه بجمد بيصير زي السبيد هذا وبتركبيه زي الستيك الديودرون. يا بتحطوه بعلبه يا اما بعلبه فاضيه عندكم بتستعملوه طبعا. ما في الومنيوم ولا في اي مواد. المشكله انه الديودرون بيكون فيهم الومنيوم والالومنيوم بيسكر كثير سيء، بيسكر المسام مسرطن، فهون عم نعمله نحن من مواد طبيعيه. صحيح. كثير حلو. حتى انه الالومنيوم الموجود في الديودرون هو اللي بيعمل البقعه الصفراء في اواعينا، مش العرق على فكرة. إيش هو؟ الألمنيوم اللي في الديودرون بتفاعل مع العرق بيعمل البقع الصفراء اللي على وعي. يعني هو السبب. نيجي للإجرين. بالضبط. هلأ نرجع للإجرين. هلأ الإجرين طبعا الله يحميهم الشباب، بيلعبوا رياضة وأبواتهم دائما ريحتها قاتلة، وحتى ريحة الإجرين اللي عنده شباب ومراهقين بالبيت يحدث ولا حرج. طيب الله يحميهم يا رب. فطبعا ريحة الإجرين ممكن إحنا ننقعهم بشاي أخضر. مين ننقع الإجرين؟ ننقع الإجرين. لا الإجرين. هلأ الأحذية نفسهم ممكن نحط فيهم كياس شاي مش مستعملين. شو بتسوي؟ بيمتصوا كل الروائح اللي مو كويسة. ممكن الكربونات برضو ممكن نحط عليها شوية عطر لافندر أو أي شيء. كربونات ونرشها جوا الحذاء بدال البيبي باودر مثلا. بدال البيبي باودر بالضبط. وتاني يوم منكتهم بتروح الريحة. من الشغلات الممتازة كمان زيت شجرة الشاي، هذا طبعا صديق تي تري أويل دائما موجود عندي بالبيت. ممكن نستعمله للشعر كمان وممكن نستعمله للإجرين. شو سره هو ليه كتير دائما للإجرين بستعمله؟ هذا مضاد للبكتيريا وللفطريات. وريحته كتير حلوة، ريحته زي الكافور يعني. هو أصلا ما له دخل بالشاي نهائيا يعني. لما راحوا على استراليا، هو اصلا بيجي من استراليا. راحوا الامريكان لما راحوا يعني يعملوا رحاله، راحوا على استراليا لقوا انه الشجره تبعته بتشبه شجره الشاي، فقالوا انه هو تي تري اويل، بس هو ما له علاقه بالشاي. فهو مضاد للبكتيريا. مضاد مثلا للبكتيريا. اذا ناس عندهم فنجس بالاجرين ممكن يستخدموا يدلكوا اجريهم بالتي تري اويل. طبعا ممكن. اي حبه بتطلع على وجهك هيك صدفه على بكتيريا. راسك مضاد للبكتيريا على طول. بدي ارجع لقصه الاجرين. هلا مثلا ممكن الناس متعودين يرشوا باودر بيبي باودر. بتلاقي انه الكربونات افضل، الكربونات احسن. هلا اصلا احنا في الشغلات او وصفاتنا الطبيعيه دائما نستبدل البودره بالنشا. ليش؟ لانه مستخرجه من التلك او من حجار او يعني النشا بتحسيه طبيعي طبيعي اكثر. تمام. فالكربونات رح تقوم بالمهمه بشكل رائع جدا. حلو. طبعا خلينا نقيم هاي. طيب اذا بنحط كراس شاي فيهم بياخذوا الريحه. بياكلوا الريحه بالضبط. هو الكربونات تاخذ الريحه. اوكي يلا يمكن ضل معنا دقيقه حبيبتي. يلا اوكي. هلا إيه في مرات الجينز من الشغلات اللي ما بتنغسل دائما، وحتى انه بمرمط وبخرب يعني. فالجينز تبعكم ممكن بعد لبستين بتحطوه بكيس زي هيك، بتسكروه كثير منيح بتحطوه بالفريزر. جينز البنطلون. جينز هلا في ناس عندهم الفريزر الكبير ممكن يخصصوا جزء حتى للاحذيه يعني. طيب. بعدوه عن الاواعي. طبعا. حتى الحذاء اذا ريحته كثير شنعه، هاي الفكره المجنونه في كتابي على فكره. اوكي بنحط الاحذيه او الاواعي اللي ريحتها ما بدنا نغسلها بنحطها بالفريزر. التجمد بيقضي على الفطريات اللي بتكون او البكتيريا اللي بتطلع ريحه. والله هلا في كمان الصبايا او الشباب اللي بيكونوا رايحين على الجامعه او على دوامهم وما عندهم وقت يروحوا يغيروا، مرات تطلع لهم ريحه عرق هيك فجاه. فاحنا عشان نتجاوز هاي الشغله، هذا بخاخ عندي قديم عبيته سبيرتو او كحول، فاحنا ممكن بس نحس انه في ريحه مو مستحبه على طول بنروح على الحمام مثلا وبنرش محل ما بيأثر على اللبس. لا ما بيأثر، هو الكحول اصلا بيطير. فبتروح ريحه العرق نهائيا وعبال ما نغسله طبعا بشكل طبيعي. حلو. هلا في حتى مرات بنغسل الاواعي بتضل عليهم ريحه عرق.
وهي كثير بتصير خصوصا اواعي الرياضه والكلرات الرياضه يعني. ايوه اه. فاحنا شو بدنا نسوي؟ رح نجيب خل وراح نحطه على محلات اللي بتكون فيها خل العرق هذا. لسه اه خل خل ابيض أوكي. خل ابيض عادي، وبنحط على محلات اللي بتكون فيها عرق بقى عرق، ونخليه شوي بنفركه بعدين بنحطه بالغساله فبتروح ريحه العرق نهائيا يعني بسرعه. حلو، مفيد جدا. حلو، هاي نصائحنا اليوم تقريبا رائعة. حكينا شكراً. كل شيء رائعة سميرة، أنا بنسجل معك كل شيء طبيعي فبتحسي قديش الأشياء الطبيعية مفيدة أكتر وما بتأذينا. صحيح تمام. قد ما كانت بتضلها يعني صديقة لأجسامنا تمام. أنا لدي ريحة أعصابي باللافندر. أيوة، إذا بروض روي روي. معناته اليوم إذا في أمهات بالبيت أولادهم مغلبينهم جيبوا زيت اللافندر، حطوا رشوا حطوا معه شوية مية. أيوة. شكرا سميرة كيلاني. العفو يا هلا. شكرا للمتابعة، ما تنسوا تشتركوا بالقناة ليوصلكم كل شيء جديد.